من لندن عضو الكلية الملكية البريطانية للجراحين الدكتور بسام زوان، أهلا وسهلا بك. إذا القارة العجوز تعود مجددا في أتون هذا الوباء للأسف، وبالتالي دكتور كيف يمكن لأوروبا اليوم الموازنة بين عدم انهيار النظام الصحي وأثار هذا الحجر الكامل والشامل على الاقتصاد والذي يرفضه الأوروبيون بالمجمل؟ يسعد مساكم، آسف إذا ما كان الصوت واضح على التليفون. بالنسبة لسؤالك، نعم نحن نعيش تسونامي، نعيش هلأ بأوروبا حالة غير مسبوقة، حالات متسارعة، حالات إصابات كبيرة جدا، لا يزال هناك تردد وحيرة ضمن الحكومات. الحكومات مرتبكة، استراتيجيات متدرجة، رغم أن التحذيرات من المستويات العلمية والصحية، إذا استمرت هذه الحكومات الأوروبية بهذا التدرج فنحن مقبلين على عشرات الآلاف من الضحايا، حيث صرح المستشار العلمي للحكومة البريطانية أن هناك عشرات الآلاف من الوفيات حتمية بهذه الموجة. وحذر البروفيسور جون إدموند في كلية لندن وحذر وأخبر البرلمان البريطاني أن إذا استمرت الحكومات بهذه الاستراتيجية البطيئة والمتدرجة خوفا على الاقتصاد، وبالتالي الإصابات سوف تزداد، ونحن وصلنا في بريطانيا إلى النقطة التي سوف يكون فيها النظام الصحي تحت الضغط. يعني إذا أوقفنا الآن اليوم كل شيء، إغلاق تام، فنحن أمام على الأقل لمدة شهر استقبال عدد المصابين، وبالتالي هناك ضغط هائل على المشافي، والضغط الهائل على المشافي سوف يولد عدد كبير من الوفيات. طيب دكتور، يعني لو تفضل. برأيي الشخصي، أنا برأيي الشخصي سوف نعود كما حدث في الموجة الأولى. الموجة الأولى هناك خوف على الاقتصاد، هناك تردد، هناك إغلاق جزئي، وبالنهاية الإغلاق التام هو الذي عدل الوضع وأوصل معدل الانتشار إلى الواحد. عند إجراء الفتح لاحظنا أن معدل الانتشار ازداد الآن. على الأقل علميا، سنتكلم علميا وليس سياسيا أو الاقتصاد، علميا إذا كان هناك إغلاق فيجب على الأقل أن يكون أسبوعان، لأن أسبوعان هي فترة الحضانة، على الأقل نخفض نسبة الإصابات حتى 80%. لذلك كل الإغلاقات الجزئية هي مناورة بطيئة، وبالتالي الفيروس ينتشر بسرعة أكبر. هذه الإغلاقات في النهاية سوف تؤدي إلى الإغلاق التام حتى نستطيع السيطرة. نعم، وربما يعني هذا ما وددت السؤال عنه، يعني أنت تؤيد الإغلاق التام، وكنت أريد أن أسأل عن سيناريو الأردن. ربما أنت تعلم بأنه نعاني اليوم في الأردن من تزايد سريع في أعداد الإصابات، والبنية الصحية يعني أيضا كما هي في بريطانيا، يعني ربما في المستقبل القريب لن تتحمل هذا الضغط. طيب دكتور، يعني أريد أن أسأل عن البي سي آر. اليوم هناك حديث بأنه البي سي آر لم يعد بذات الأهمية كما كان من قبل، فقط لمن يعاني من الأعراض يجب أن يعني أن يفحص البي سي آر، لأنه الأعداد باتت كتر، ويعني فترة الحضانة أيضا طويلة، ويعني البي سي آر لم يعد بهذه الدقة وبات مضيعة للوقت ولي يعني حتى الجهد المالي والإداري. اوكي سيدتي، اذا سمحتي لي في عندي نقطه راح اعلق لك على البي سي ار، لكن انت سالتيني اول شيء عن الاردن. انا من المتابعين كما اتابع الوضع في اوروبا وفي بريطانيا تحديدا، اتابع ايضا في الشرق الاوسط، بهمني انا وضع سوريا وبهمني وضع الاردن، لان الاردن بعتبرها من الدول الشفافه في اظهار عدد الاصابات، من الدول التي تعلن بشكل مستمر عن عدد الاصابات والمتابعه. لكن عندي بس تحفظ بسيط اذا سمحتي لي. يعني تفضل. نعم، الأردن ليس صحيح أنها معدل الوفيات هو عالي، معدل الوفيات المليون هو مخفض في الأردن نسبيا مقارنة ببريطانيا. عندنا بالأردن نسبة الوفيات للمليون هو 41 شخص، بينما في بريطانيا 644. هنسمع بعض الأطباء التعليق عندكم بالإعلام أنه نحن من أعلى، لا، في الشرق الأوسط وتحديدا الأردن من أخفض نسبة الوفيات، وهذا الحمد لله أنه نقطة إيجابية. ثانيا،
الإغلاقات الجزئية كما قلت لك يعني يوم ويومين وثلاثة هي مضيعة للوقت. إذا كانت الأردن وكل الشرق الأوسط سيتخذ إجراء لبنان وسوريا والأردن والعراق، إذا سيتخذ إجراء علمي حقيقي يجب على الأقل اتفاق بين هذه البلاد مع بعضها أسبوعين إغلاق تام حتى يستطيع السيطرة على الانتشار، حتى ننزل معدل الانتشار من المعدل العالي جدا حتى معدل واحد ونستطيع السيطرة. ولكن أعذرني للمقاطعة دكتور، يعني هذا يتطلب تعاون دولي، يعني حتى في أوروبا كل دولة تغني على ليلاها. نعم يا سيدتي معلش لو سمحتي، الآن كل حكومة تنظر إلى وضعها، ما ينطبق على بريطانيا لا ينطبق على الشرق الأوسط، ما ينطبق على فرنسا لا ينطبق على الشرق الأوسط، أنا أتكلم عن الشرق الأوسط. حتى الشرق الأوسط تستطيع، يعني أنا تحديدا أتكلم عن العراق والأردن وسوريا ولبنان، حتى تستطيع السيطرة على هذا الانتشار السريع يجب إغلاق تام على الأقل أسبوعين يشمل كل شيء، أسبوعين على الأقل حتى نستطيع أن نخفض الإصابات على الأقل 60 إلى 80%. يعني علميا ممكن تنشرح بس أنا صعب الوقت أشرحه بوقت قصير. 80% من الإصابات تنخفض خلال أسبوعين. هذا السيطرة، لأن نحن بالشرق الأوسط ظروفنا تختلف عن أوروبا. إذا كنا نحن كحكومات قادرين أن نأخذ هذا القرار، فبالتالي هذا الحل الوحيد حتى بالمستقبل بده نوصل لهذا الحل. بالنسبة للبي سي آر سيدتي، البي سي آر يعني يستعمل بشكل يعني رفاهي أكثر حتى بأوروبا، يعني نحن بنعمل ببريطانيا حوالي عن وسط 300-400 ألف، لكن لاحظ أنه يعني هل البي سي آر بشكل عشوائي غير مفيد؟ لماذا غير مفيد؟ لدينا الناقل الصامت ما بيعمل بي سي آر، ما بيعرف حاله أنه هو مصاب، لذلك موجود بتجمعات بالمدارس والجامعات والسوبر ماركت والمشافي. ما يعني نحن بنعمل البي سي ار للعرضيين والناس والمنطقه، لذلك البي سي ار يعني انا بالنسبه لقناعتي الشخصيه على البي سي ار يجرى للكادر الطبي، لان اذا ممرض او طبيب مصاب يكفي ان ينشر العدوى لعدد كبير من المرضى. للكادر الطبي، للمرضى، للأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة قلب وسكري ومناعة، وبالتالي نستطيع إجراء البي سي آر لنميز أن المريض مصاب بالكوفيد لعزه أو مصاب بشيء آخر. أما نجري بشكل عشوائي كثير صعب، ما في دولة في العالم تستطيع إجراء مسح جغرافي لكل مناطق. نحن ببريطانيا عملنا مسح جغرافي وقسمنا المناطق حسب البي سي آر لتاير 3 تاير 2 تاير 1 حسب مستوى الإصابة. مثلا شمال إنجلترا قسمت إلى أعلى مستوى هي تاير 3 وبتجهها نحو الإغلاق شبه التام حتى الآن. التاير 2 هي الإصابات المتوسطة شبه إغلاق جزئي، والتاير 1 إغلاق خفيف. هذا يعتمد على امكانيات ماديه هائله. لا اظن نحن عندنا بلادنا او بالشرق الاوسط عندنا هالامكانيات وهذه القدره لاجراء هذا العدد الكبير من البي سي ار، لذلك البي سي ار يجب ان يبقى لاستعمالات خاصه حتى نستطيع اولا نميز الحالات المصابه، ثانيا نحمي الكادر الطبي، ثالثا نحمي المرضى اللي ذوي الاصابات المزمنه. نعم، شكرا لك دكتور بسام زوان عضو الكلية الملكية البريطانية للجراحين على هذه المعلومات الهامة.